السلام عليكم شباب، مرحبا وسهلا طيبين، معكم اخوكم سلمان اوري فلير في فيديو جديد من ماب باري. طبعا زي ما تشوفون في هذا الفيديو او في هذا الجيم بلاي انا توني شاري كاندي. بهذا الكاندي راح اجيب ليروي اللي هو العملاق اسمه ليروي، واقرب عند الطاوله شو اسمه اللي دائما تحط فيها القطع وتشتغل عليها، واذا قربتها من عندها تعطيه كاندي وهو راح يبني لك بدال ما انت قاعد تدور القطع وتحاول تبني وكذا وتضيع وقتك. لكن هو اول ما تعطي كاندي راح يروح على طول يجيب القطع ويبنيها في فتره مره بسيطه، يعني ما راح تاخذ منك وقت كثير. وانا اشوف ان هذه من فوائد العملاق هذا، يعني كل الطاولات اللي موجوده في هذا الماب يمديك تجيب كاندي وتعطيها ليروي، وليروي راح يبني لك كل شيء. هذا يعني شيء مره مفيد بالنسبه لي، لانه يساعدني في البنايه، خصوصا اني انا ما اعرف وين القطع، يعني اغلب اماكنها وكذا. فاتمنى تعطوني رايكم من هذه المعلومه، وش رايكم فيها؟ هل عجبتكم او هل تشوفونها شيء بايخ او ما ادري؟ يعني اعطوني رايكم، لان هذا اهم شيء. المهم اتمنى فاتكم هذا الفيديو، كان معكم هوكم زمان، واشوفكم في فيديو جاي. مع السلامه. This thing's just too damn heavy.